راح ابتدي اخ مكرم لانه عندي الباوربوينت مكتوب هنا اسم الناصره وعم بقرا في اللغه العبريه، يعني حتى اللغه العبريه القديمه شكلها واضحه، وانا شايف يعني كتابات المذكوره في العبري مشمرت رشونا مشمرت شنيا مشمرت شليشيت. اذا ممكن توضح لنا ايه الفكره من اسم الناصره في هذا النقش الموجود امامنا؟ نعم يا أسيس نزار، يعني احنا عم نتحدث عن امور اللي يعني نوعا ما فيها دفاعيات، لانه اسم الناصر ووجود الناصر يشكك فيه رغم انه مكتوب في العهد الجديد، فقالوا بما انه لم تذكر في العهد القديم وهذا حقيقي ولم تذكر في الكتابات التلموديه وحتى يوسيفوس ما ذكرها، اذا يعني انتم يا مسيحيه عم تخترعوا قصه من يعني فكركم انتم. الناصر اصلا ما كانتش، واذا ما 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 ترباش يسوع وما ما ما مبشرش فيه، اذا كل القصه يعني مختلفه. لكن سنه 1962 في قيصريه في على شاطئ البحر الابيض المتوسط وجدوا اسم الناصر اللي تفضلت وقريته قدامك في سلسله قطع مكتوب فيها او يعني مسرود فيها مجموعة كبيرة من 24 فرق حراسي كهنوتية اللي نقلوا للجليل من بعد هدم الهيكل سنة 70 ميلادي. فهو بيعد 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 وبعدين بيوصل لهذه الكلمة وبقول هذا كمان الفريق الحراسي الكهنوتي في الناصري، فبكتب كلمة الناصري، ومثل ما شفت أنه قطعة الفخار مكسورة وموجودة في مكان آخر واللي وجدوها باحثين يهود، ففيش عندهم يعني نقول حجة أو يعني رغبة أنه يثبتوا هذا الشيء وإنما موجود. علشان هيك بيّن النقش أنه لا، الناصرة موجودة، وإن كان يعني يجدر أنه إحنا نذكر أنه كانت واضح أنه كانت ما بين يعني 200 ل 300 شخص، ممكن 400 شخص، يعني قرية صغيرة بيهبط يعني في هيك جنب القرية المدينة الكبيرة اللي هي سيبوري أو صفوري اللي بنعرفها. أخ مكرم، يعني أنا عم بقرأ وانت بتتكلم عم بقرأ الأسماء اللي هي من مشمرة رشنا لحديت مشمرة 24 ل 24، هاي الفرق الكهنوتية اللي مذكورة من أيام داود وتنظمت في أيام سليمان، اللي هذه الفرق اللي هي بتاخذ شيفتس يعني دوريات لخدمة الهيكل. وكان عندي بصراحة حب الاستطلاع لأنه في العهد الجديد بيتكلم عن زكريا ابن أبية، فعم بطلع هون في الحراسة رقم 8 مشمارة شمينيت عم بقرأ اسم أبية، وهذا طبعا لفت انتباهي هذا الاسم لكل الحراسات ال 24 الموجودة طبعا في خدمة الهيكل. إذا ممكن تتوسع أكثر في الموضوع. طبعا يعني فرقة أبية اللي كان ينتمي لها الكاهن زكريا اللي مكتوب بوضوح في إنجيل لوقا هي الفرقة الثامنة، لكن في هذاك الوقت كانت هي الفرق موجودة كعائلات كهنوتية، يرجح انه 12 منها كان ساكن في اورشليم و12 منها كان ساكن في اريحا، ويعني يخدموا الهيكل وكانوا يخدموا الهيكل كل واحد منهم اسبوع لحد ما تنتهي ال 24 اسبوع، يرجعوا كمان اسبوع وهيك يتمموا السنه يعني اسبوع لكل فرقه. لكن هون ما بعد سقوط اورشليم انتقلوا اليهود بجملتهم لمنطقه الجليل، فعملوا فرق كهنوتية حراسة كهنوتية ما كان في هيكل وإنما يعني أشياء أمور دينية طقسية حتى يحافظوا على كينونتهم على وجودهم في الجليل، ويعني بما يشابه اللي مكتوب في العهد القديم في يعني في زمن وجود الهيكل قائم في أورشليم.